حاجه اعصاب سهله ما برزتش كويس في الاجتماع. مش بس الكابتن اللي ما راحش، انا عقدت مره زي ما كنت مره بقول لكم الراجل متسب ده، يمكن الكابتن قال كنت بامل فيه انه فعلا كان جاي على تطوير لغايه اما لقجع ومقجع وابو زيد ونطاط الحيط قفزوا فوق الرجل. فراحت اللجنه دي بخ لا لبيبو ولا غيره بالمناسبه، متوقفه من سنتين سنتين متوقفه عشان بس اللي ما سمعش يسمع.